يكن لك فيها منزل يعلم. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. فخذ ما اشتهيت منه بلا ثمن، فقد أسلف التجار فيها وأسلموا. فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم، إذ بنور أشرقت له أرجاء جنات لا يتوهم. تجلى لهم رب العرش جهرة فيذهب فوق العرش ثم يكلم، فيقول سلوني ما شئتم عبادي، فكل ما أردتم عندي فإني أنا أعظم. قالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. أيها الإخوة المؤمنون، ومع آيات نصف الختام، مع ذلكم العلم القرآني لزعي الشهير ملك المقامات ومحرك القلوب القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق. سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد، فليتفضل مشكورا. يا مسهل يا رب، بس حياة عني عني يا عم احمد، الله يكرمك يا عم احمد. ماشي حبيبي، ماشي يا عم شكرا. الله يبارك لك يا مسهل. يلا بس عشان وقتنا بس كده في نفس. لا معاد والله. طب بس يلا، طب سيبها الله. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاضر حاضر. عيني عيني حاضر يا مسهل. ادعونا، لا تنسونا من دعائكم، لا تنسونا من دعائكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل واحد طلب بقى كده، هنلبي طلب مين ولا مين؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر حاضر. إن في ذلك لذكرى لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الهرن شوية، الهرن ده، الهرن الهرن ارفع شوية الهرن. لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض.
الأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم مبينة ما شاء الله ما شاء الله ما فيش كلام بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك فاصبر
فاصبر فاصبر على ما يقولون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع 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 يوم ينادي المنادي من مكان قريب. نحن وأنتم نحن وأنتم نحن وأنتم واستمع 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 يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا واستمع 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 يوم ينادي المنادي من مكان قريب.
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد نكره حاجه دي معنى وده معنى تخلط الامور ببعضها بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد نور من السماء نازل يا حبيب قلبي ربنا يشرح صدرك يا رب احنا من فضل ربنا عليك وعلينا الدكتور عبد الناصر يقرا بالشجن ده اهو واحنا نقعد نسمعه العفو ربنا يرضى عليك برضاه اتفضل منا ربنا يفيد عليك يا رب عشان عم خاطر عم الحاج احمد بقى يا رب توكل على الله ربنا يشرح صدرك يا رب كل اللي قدامك حبايبك كل اللي قدامك حبايبك عم فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر
فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله يتقبل منا منكم يا رب. الله يسعدك يا شيخ. ما كده توت وحتى سوى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. الله يبارك لك ويتكبر منك. العفو العفو. ربنا يتقبل منهم ان شاء الله. خلاص بقى يا شيخ احمد كده حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. خلقنا الإنسان في كبد. أجيب لك واحدة غير. جيب لك زي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يا جماعة كله حلو كله حلو. خلاص كده معلش نسمع القرآن. معلش نسمع. معلش نقعد بس نتأدب. معلش نتأدب بس نسمع القرآن. مش حاضر حاضر. احنا بنسمع قرآن. احنا بنسمع قرآن. كلهم مدارس حلوة غالية. ألم نجعل له عينين
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق لا إله إلا
والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بس اسم القرآن حاضر حاضر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زيادة في شرف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى روح الأم الفقيدة الراحلة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بتلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى تلاها على مسامع حضراتكم ملك المقامات ومحرك القلوب وعلم كبير من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفن الإضاءة الحديثة قصر الضيافة المتنقلة في إدارة أولاد أبو شيخ المقيمين بميت موسى وعبر أثير شاشة الإنترنت العالمية إدارة إمبراطور التصوير مصري الأول باشمهندس إبراهيم عوض مصور هذه الليلة القرآنية المباركة صاحب الموقع الإسلامي الكبير والمقيم بمدينة طنطا محافظة الغربية أسرت الفقيدة الراحلة والعائلة بكل من فيهم يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية وإلى كل من جاء وشارك واجب العزاء فالإيمان والإسلام كان معكم من أسرة المذيعين الإعلامي يحيى أبو حسين مقدم البرامج الدينية والمقيم بمدينة الصنطة غربية إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.